إذا عندي الكونفيجريشن الجديدة راح تكون نون انفيرتنج امبليفاير اللي راح أعمله الآن. هلا لاحظوا في انبوت اوف تي دخلتها على النون انفيرتنج انبوت وراح يطلع عندي هون في اوت. بدنا نشوف نفس الطريقه. خليني امحي هون كرنت. هلا هون عندي الانبوت امبيدنس عالي جدا مظبوط لانه لسه عندي هاي لكن حسب نفس فكره الفيرتشوال جراوند في عندي زي فيرتشوال بسميه هوش جراوند. هاي المقامه بمر فيها كرنت الان اعتبر انه زيرو الكرنت. اذا الفولتج هون هو نفسه هلا اسمها مش فيرتشوال جراوند بس كانها فيرتشوال كونكشن كانه في كونكشن بين هاي النقطه وهاي النقطه بمر بدون ما يمر كرنت. يعني هذا اللي عم بيعمل لي اياه هاي الكونكشن بين التو تيرمينالز هذول كانها عم بتقول لي ايش فولتج بتحط هون ايش راح اعمل فيه؟ راح اوصل لك اياه هون. اي فولتج بتحطه هون راح اوصل لك اياه هون. اي فولتج بتحطه هون راح اوصل لك اياه هون لكن بشرط اني ما راح امرر كرنت ما راح يمر كرنت من هون. فالفولتج اللي بحطه هون ففيرتشوالي كانه النقطه هاي ايش راح تكون كمان؟ في انبوت اوف تي فيرتشوالي. اذا صار عندي هلا في انبوت اوف تي طلعوا لي هلا هدول المقاومتين، هدول المقاومتين كانه في عندي هون فولتج ديفيجن على في اوت. فهدول اذا اخذتهم الان راح يصير كان عندي في اوت اوف تي عندي اول مقاومه ثاني مقاومه وجراوند. هون ايش مدخل انا؟ استعمال الفي انبوت اوف تي. هون كانه عندي فولتج ديفيجن معكوسه. احنا عاده لما نعمل فولتج ديفيجن شو بنعمل؟ بنحط فولتج هون وبيطلع عندي نسبه منه هون. بس هون انا لانها اكتف سيركت شو عملت لي؟ الاكتف سيركت عملت لي عكست الهاي، يعني الصغير هون شو صار فيه؟ كبر هون. شو العلاقه بين في انبوت وفي اوتبوت؟ لو هاي فولتج ديفيجن في اوتبوت عفوا في انبوت اوف تي بتساوي في اوتبوت اوف تي، شو الفولتج ديفيجن لازم تعمل لي هون؟ هي عندي ار1 وهي ار2 رح تكون ار2 على ار1 زائد ار2. بس انا الانبوت عندي مش في اوت، الانبوت عندي في ان. اذا ايش راح اعمل؟ في اوت اوف تي بتساوي في انبوت اوف تي في ار1 زائد ار2 على ار2 وكمان تساوي في انبوت اوف تي ار2 على ار2 رح تعطيني 1 زائد ار1 على ار2. اوكي ماشي واضحه هاي؟ طب والاشاره؟ بوزيتيف اشاره بوزيتيف لانه هو نون انفيرتنج. في كمان شيء عندي هون نسيته، ايش هو اللي نسيته؟ انا على فرض اني عامل النل اوفست، في شيء ثاني، المقاومه من هذا التيرمينال للجراوند شو لازم تكون؟ مساويه للمقاومه من هذا التيرمينال للجراوند مش هيك؟ اذا شو لازم اعمل؟ بعمل اذا عملت كيلينج للسورس لازم احط مقاومه من هون مظبوط لانه هاي المقاومه شو راح تصير؟ هاي هاي موصوله اصلا بالجراوند جاهزه. لما بعمل كيلينج لهذا السورس ايش راح تصير هاي المقاومه؟ بارلل مع الجراوند. اذا لازم نفس الشيء احط هون من الجراوند بس انا ما راح اشبك هون مقاومه من هون للجراوند. شو راح اعمل؟ لما بعمل كيلينج لهذا السورس وين بتصير المقاومه هاي؟ مش هذا فولتج سورس؟ لو عملت له كيلينج وين بتصير هاي النقطه؟ على الجراوند. اذا صفت هاي المقاومه موصوله من هاي النقطه للجراوند مظبوط؟ اذا هاي شو بدها تكون مقاومه مساوي ار3 ار1 ان بارلل مع ار2. هيك صار عندي نون انفيرتنج كونفيجريشن. ماشي ماشي واضحه هاي؟ الكل فاهم هاي؟ صار عندي هاي الامبليفيكيشن هون صار 1 زائد ار1 على ار2. ادخل نعم انا مش فاهم انه ليش